بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد. ونتكلم اليوم على سلسلة من أسباب ضعف العلاقة الحميمة عند الرجل. هناك أسباب لها علاقة البنية الجسدية، بمعنى أو البنية التغذوية، بمعنى هناك اضطراب في نوعية الغذاء، مصادر الفيتامين د معدومة، مصادر الكوليسترول معدومة، هناك تناول مثلث برمودا الذي طالما تحدثنا عنه، السكر الطحين الأبيض والزيوت المهدرجة، المقالي تكون هي المسيطرة، والوجبات السريعة هي المسيطرة على غذاء هذا الرجل. بالطبع لن يكون هناك تكوين وإنتاج لهرمون التستوستيرون. كيف سيتكون؟ المسؤول على تكوينه الفيتامين د ومصادر الكوليسترول. مصادر الكوليسترول تكون أولا فيتامين د، والفيتامين د يبدأ في تكوين هذه الهرمونات. فإذا هذه البنية الرئيسية بداية المدخلات سيئة، فمن المؤكد وقولا واحدا أن تكون المخرجات هي سيئة. تمام؟ هذا واحد من الأسباب. هناك سبب آخر، نفحص هرمون التستوستيرون نجده ممتاز، ولكن أيضا هناك مشكلة. لماذا؟ هنا نتعرض لسببين مهمين. السبب الأول، قد يكون هذا الرجل قد تعرض لكدمة أو ضربة في الخصيتين في وقت ما. شوفوا، في وقت ما، ليس من الشرط اليوم، ليس من الشرط الأسبوع الماضي، ولكن قد تكون هذه الضربة في الصغر، لما كان مثلا يلعب مع زملائه في كرة القدم مثلا، وجاءت الكرة ضربة قوية في الخصيتين. طبعا لم يتم معالجة الأمر في حينه، شوية ألم شوية بكاء عدت وهي لم تعدي، وبقيت آثارها، وهذه الكدمة أو الصدمة عملت مشكلة في هرمون التستوستيرون. القضية الثانية، وهو سبب منتشر جدا تحت عنوان كبير، وهو الصحة النفسية. الاضطرابات النفسية كثيرة جدا، ما بين التوتر، ما بين القلق، ما بين الخوف، ما بين الوسواس القهري، كل هذه المسميات وكل واحدة منهم لها اتجاه تلعب دور كبير في ضعف العلاقة الحميمة. المشكلة الكبرى أن هذه الأسباب تكون واضحة المعالم في التشخيص، ولكن التطبيق العملي في الحل مأساوي. فإذا كان هناك مثلا الـ OCD، الوسواس القهري على سبيل المثال، لن يكون العلاج بأروح أعطيله مثلا النفرانيل، ولا أدي له مضادات اكتئاب، ولا أدي له المصائب هذه. ذكرنا في حلقة سابقة أن هذا الموضوع، هذه العلاقة متحكمة في الدماغ وصحة الدماغ، التي لا تقل أهمية عن الفيتامين د والكوليسترول، وهناك الغدة النخامية. ماذا تفعل هذه الأدوية في الدماغ؟ تثبط الدماغ.
والمأساة أن منتشر ما بين طبقة الشباب تحديدا أن الترامادول والأنافرانيل وغيره وغيراته وبعض الأدوية المخدرة وكل ما ذكرت يلعب دور في الإدمان الحقيقي وتثبيط الدماغ، ولكن المعلومة التي لديهم تقول العكس، أنه إذا أردت الانتعاش فما عليك إلا أن تأخذ خليط من هذه الأدوية، ولكنه لا يشعر مطلقا ماذا حدث وماذا جرى وهل جرى شيء أم لم يجري، وفي الواقع لم يجري شيء. إذن نحن في مستنقع من الأخطاء الشائعة بالأخص في هذا الموضوع، نظرا لغياب المعلومة الصحيحة والتفسير ومعرفة الأسباب الحقيقية ومعرفة كيف يعمل هذا الدماغ وماذا يريد. وبالتالي هذه المشكلة حين تكون يجب معالجتها أولا بالجلسات، بنظام الجلسات وليس بنظام الأدوية، ومعرفة السبب الحقيقي وراء هذا الوسواس القهري، وراء هذا التوتر، وراء هذا الخوف. لابد أن تكون هناك قصة، ولابد أن تكون هناك حكاية، وكل واحد له حكاية مختلفة. والإطار العام الذي يجب أن نعززه في هذه اللحظة هو تعزيز صحة الدماغ وتعزيز جهاز المكافأة، وذكرت سابقا أن جهاز المكافأة مسؤول على الطعام والشراب كما هو مسؤول على العلاقات الجنسية، والمضاد له جهاز المكافأة السلبي، هذا جهاز المكافأة الإيجابي، هما عاملين فقط، التدخين والمخدرات. إذا أمامي شيء إيجابي يرفع من شأن العوامل الطعام والشراب والعلاقة الجنسية، وهناك عوامل مثبطة. الجميع يعرف أن على سبيل المثال للحصر، وأقولها بشكل سريع لا أريد أن أدخل في تفاصيلها، أن التدخين يثبط الشهية، وللأسف نجد بعض الناس يدخن من أجل التخسيس ومن أجل إبطال الشهية، وهذا مصيبة طبعا. إذن العلاقة الترجمة العلمية صحيحة، شيء يحفز وبالمقابل شيء يثبط، ولا يجوز مطلقا أن آخذ شيء من التثبيط وأقول عنه يحفز، وذكرناها منذ اللحظات الأولى في عام 2021، ما حدش يضحك علينا. إذا بالرغم أن السبب الآن نفسي وبدأت بهذه الجلسات، ولكن العامل التغذوي هو عامل في منتهى الأهمية ويجب تعزيزه. كيف لي أن أعزز هذا العامل التغذوي؟ في أغلب الأحيان، و90% لا أريد أن أقول أكثر من 90%، من يعاني من هذا الاضطراب النفسي يكون فاقدا للشهية، وهذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي جدا، وخاصة لو كان تحت تأثير الأدوية النفسية لأنها من مثبطات جهاز المكافأة. طيب كيف أنا بدي أخترق الآن هذا الحاجز؟ كيف بدي أحول هذا عدم الرغبة في تناول الطعام والشراب إلى حولها إلى رغبة؟ هنا بدي أستخدم السوائل، ابتداء بتعزيز شرب الماء
مرورا بالعصائر وانتهاء بالشوربات. الماء ماء لا غبار عليه، كمية الماء لا يجب أن تقل عن 3 لتر في هذه الحالات باليوم. أما العصائر فهنا أريد أن أعطي عصير في منتهى البساطة ومتوفر لدى الجميع، وهو عصير الليمون، طبعا بدون سكر. حابب تحط عسل مش مشكلة، حابب تضيف عليه بعض من أوراق النعناع أو الكرنب المجعد الكيل أو أي من الأوراق الخضراء، لا بأس من ذلك. ولكن الليمونة يجب أن تكون كاملة بقشرها، ونظفها جيدا، ليمونة صفراء مش ميالة للون الأخضر، تمام؟ وكلما كانت صفراء أخذت نتيجة أكثر. ماذا هنا يفعل الليمون؟ يفعل اتجاهين في غاية من الأهمية. واحد معروف وهو تحفيز الدورة الخارجية، واللي من ضمنها الأطراف، واللي من ضمنها بيساعد على توصيل الدم بشكل جيد للأعضاء الجنسية. وحين أقول توصيل الدم معنى ذلك الأكسجين والمغذيات. لكن الأهمية الثانية، وهذه الجديدة لبعضكم، أنه واحد من أهم العناصر التي تحفز هرمون التستوستيرون، هذا الهرمون الذكري. إذا شغلة بسيطة، حتى أعطي خلينا نقول يوم جميل، يوم تغذوي جميل، يدعم الصحة النفسية ويدعم الصحة الجنسية أيضا، يكون غذاؤنا كطبق رئيسي السبانخ. السبانخ مع الحمص المسلوق، فهذه الأوراق الخضراء طبعا راح تعزز من صحة الهرمونات تحديدا، وأخص بالذكر طبعا هرمون التستوستيرون. يليها الليمون، شراب الليمون بالطريقة التي ذكرتها. أحببت أن أتناول بعض من المكسرات، فليكن الكاجو تحديدا لأنه غني في الفيتامين B6 ويدعم صحة الدماغ. وطبعا لا ننسى المظلة الرئيسية لهذا الكلام، ودوما أتكلم عنها في هذا الموضوع، الفيتامين د والكوليسترول. فلنداوم على صحة متكاملة. الهدف الرئيسي الدماغ حتى يعطيني صحة لأعضاء الجنسية، فهذا هو الهدف الأول وليس الهدف الثاني. ودوما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.